بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، السادة الوزراء والسفراء، الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في بلدكم الثاني مصر، هذا البلد الذي أنعم الله عز وجل عليه بالأمن والأمان، إذ يقول سبحانه وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وبعد، فبداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى المربي الفاضل، إلى العالم الجليل، إلى رائد الفكر المستنير معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على جهوده المبذولة في نشر الفكر الوسطي المستنير، واهتمامه بتجديد الخطاب الديني، وعنايته الخاصة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي تمثلت في عقد 8 مؤتمرات دولية، منها هذا المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله، تحت عنوان حوار الأديان والثقافات. كما أتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم بالبحوث والأطروحات العلمية لهذا المؤتمر الذي يسهم في توفير الأمن والأمان والسلم والسلام للعالم أجمع، من خلال حوار هادف وبناء بين الأفراد والمجتمعات. ومن يدقق النظر في أحوال العالم اليوم يجد أنه يموج بالكثير من الفتن والاضطرابات بسبب اختلاف الرؤى وانتشار العداوات، مما يجعل من الحوار ضرورة مهمة وملحة من أجل التعايش السلمي وتحقيق الأمن المجتمعي. فالحوار الهادف البناء سبيل لمنع الصدام المزعوم بين الثقافات والحضارات، فلن يتحقق السلام إلا بإحلال مبدأ الحوار محل الصدام، ولن نستطيع أن نغرس أصول المحبة ونشيد العمران إلا إذا اقتلعنا جذور الكراهية والعدوان، ولن نستفيد من الحضارات العريقة والعطاء البشري إلا بتوفير مناخ هادئ نعلي فيه قيمة الحوار وننزع منه كل مظاهر التخريب والدمار. والحوار الهادئ والكلمة الطيبة خير وسيلة إلى تأليف القلوب وجلب المودة والمحبة، وهذا هو المنهج الرشيد الذي دعا إليه الإسلام الحنيف، حيث قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن الإنسان لا ينال باللين ما لا يناله بالغلظة والشدة، كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. فإن الحوار من الوجهة الإسلامية له جذوره المتأصلة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وللحوار أهداف وغايات يسبو إليها، وإلا صار حوارا أجوف لا طائل وراءه، كما أن له آدابا وضوابط يجب على كل محاور أن يلتزم بها. وإن الحوار الهادف يتطلب الوعي بالأحوال والطبائع والمشتركات الإنسانية ليكون أنجح وسيلة لمواجهة التعصب والعنف. وختاما أتوجه مرة أخرى بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير أوقاف، وللسادة الحضور بخالص الشكر، مثمنا
مشاركاتهم في فعاليات هذا المؤتمر لترسيخ مبدأ الحوار والاحترام المتبادل بين الأطراف. طبتم وطاب يومكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.